لما المرشدين الاتنين بيطلعوا على المركب دي، القيادة بتبقى مسؤولية مين؟ القيادة مسؤولية الأبطان. الأبطان هو وما لنا مهمتي إيه كمرشد؟ أنا استشاري، أنا كمرشد استشاري، بقول له اعمل كذا، يمين شمال، خليك مظبوط، ده وظيفتي كمرشد، عارف. انما مش انا القبطان، انما انا مش انا اللي بدير. لكن انت اصل في كلام بيتقال يا سياده اللواء، ما انا بقول لحضرتك في كلام بيتقال ان اول ما بتدخل المدخل الجنوبي او الشمالي القبطان بيقعد ينام والمرشدين هم اللي بيتولوا المساله. لا يا فندم، القبطان احنا بنرد على الناس بنوضح انا بقول لك سيادتك المسؤوليه القانونيه بتقع على ابطال السفينه، هو هو اللي مسيطر على المركب، هو رئيس الجمهوريه في المركب، هو رئيس جمهوريه، رفع العلم والعلم ده يمثل الدوله، ثم الابطال بعد كده، والمرشد استشاري، البصوص حافظ قناه السويس. طبعا انت مريت وشفت الحاجات دي كتير. انا طبعا انا 24 سنه خدمه في البحر، طب هرجع لحضرتك فندم. وفي نفس الوقت قط مدمرات طبعا مع الفرق الكبير في الحموله. لا ده خلينا احنا نستضيفك في اكتوبر، نستضيفك في اكتوبر دي، خلينا النهارده احنا حاجات مدنيه. طيب الدكتور بان محي الدين محمد السعيد، اهلا بحضرتك. نفس الاسئله هسالها لك فندم، المساله بتبقى مسؤوليه مين؟ قياده لما بتدخل السفينه فندم المجرى المائي، المسؤوليه مين؟ مش ممكن القبطان يقول لك والله انا عبد المامور، انا دول اصحاب الاختصاص بيقول لك امشي كده يمين شمال كام درجه مش عارف ايه، الرياح حمى دي بتاعتهم، المساله دي بيلعب في ملعبه، انا ده مش ملعبي، مش ممكن يقول كده؟ صحيح. يعني بداية خلينا نتفق على أن ليس هناك حادثة مثل أخرى. كويس. والقانون الدولي البحري اللي كل العاملين في صناعة النقل البحري بيخضعوا إليه. جمعية واحد نور الحياة لتأهيل أطفال الشلل الدماغي، جمعية خيرية بترعى أطفال الشلل الدماغي من 10 سنين، بتخدم أكتر من 2500 طفل شلل دماغي. هدفنا أن احنا نعالج ونأهل طفل الشلل الدماغي عشان يقدر يعتمد على نفسه، وطبعا ده من خلال 7 خدمات بتقدمهم الجمعية. ومش بس كده، الجمعية بتوفر أدوية وجباير وكفالات وبتساهم في العمليات. دعمكم لينا هيفرق كتير في مشوارنا وفي رحلة علاج أطفالنا. انتم قد الخير. أيوة فندم. والتشريعات المحلية بتنص على أن المرشد البحري سواء كان في الممرات الملاحية أو في الموانئ، أيوة فندم، في جميع أنحاء العالم، هو عبارة عن حرفيا استشاري لربان السفينة. يعني ممكن يأخذ بكلامه أو لا يأخذ، يؤخذ بكلامه أو لا يؤخذ. كويس. صاحب القرار الأخير داخل غرفة القيادة في أي سفينة هو ربان حتى السفينة. داخل الممر المائي الخاص زي بنما أو السويس، حتى داخل الممر الملاحي. كويس التوضيح ده للناس فندم، اتفضل. وبالتالي احنا لا نلقي المسؤوليه على احد يعني في الوقت الحالي، لان طبعا جهات التحقيق هي اللي هتثبت من المخطئ. ولكن يعني دعني يعني اقول لحضرتك ان انا سعيد جدا باسئله حضرتك دي، لان ده ان دل على شيء يدل على ان احنا قصاد حادثه فريده من نوعها لم تتكرر كثيرا في قناه السويس. ودي ميزه كبيره جدا، وعسى ان تكرروا شيئا وهو خير لكم، للعاملين في هيئه قناه السويس من القيادة وحتى أحدث مرشد. خليني أقول لحضرتك أنه بالإحصائيات إحنا عندنا ما يزيد عن 866 حادثة بحرية حدثت في خلال 5 سنوات الأخيرة، 24% منهم هي حوادث جنوح. ده أنت بتتكلم على القناة فقط ولا حوادث سجلة؟ أنا بتكلم على مستوى العالم. مستوى العالم. يا فندم، أنا بتكلم على مستوى 24% من 800 دول حوادث جنوح سفن. جنوح سفن بتحصل فين؟ في الممرات الملاحية، في الأنهار الملاحية، وخصوصا في أوروبا وفي الصين والولايات المتحدة، وكذلك بتحدث في داخل أو بالقرب من الموانئ البحرية. أي فعلا. كون أن يبقى عندنا ما لا يقل عن 18300 سفينة بتمر سنويا من قناة السويس على مدى العقود الزمنية الماضية منذ إنشاء قناة السويس وحتى اليوم، ولا تحدث فيها كما تفضل سيادة اللواء وأشار غير حادثة بحرية واحدة اللي احنا بنقول عليها حادثة بحرية بمفهوم القانون اللي أدت إلى غلق القناة الخمس أيام اللي فاتت، فده في حد ذاته إشادة. و يعني ما بنعرفش قيمة الحاجة غير لما يعني أداء العاملين في هيئة قناة السويس. طيب سيادة